نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار في القلعة في إحباط محاولة سرقة السور الحديدي الخارجي المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين والمطل على الشارع صلاح سالم. وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار في تصريح أنه في تمام الساعة 4 من فجر الجمعة رصد فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، حيث كشفت عن وجود 5 أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدي ووضعه على عربة كارو. وأكد أنه على الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار بالقلعة، والذين بدورهم تحركوا على الفور مع أفراد الوردية الليلية لأمن الآثار وألقوا القبض على 4 واقتيادهم لقسم شرطة آثار القاهرة. هنعرف الأحداث وملابسات اللي حصل بالظبط من المهندس جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وزارة الآثار. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتكم والسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب، إزاي؟ إيه اللي حصل؟ الحقيقة إحنا بقالنا فترة انتشرت ظاهرة لسرقة الأسوار الموجودة في شوارع القاهرة في بعض المناطق، منها منطقة مجرى العيون ومنطقة السور الشمالي، وده استدعى ان احنا ننبه على كل المواقع التابعة لينا اللي متواجد فيها أسوار حديدية ان التنسيق مع شرطة السياحة ومع الأقسام المختصة. كان في يوم الجمعة الساعة 4 صباحا اتصل بي مدير عام القلعة، هو كان متواجد في القلعة، وقال ان هم شافوا حركة مريبة على شارع صلاح سالم لمجموعة من الاشخاص عددهم 5 بيحاولوا يفكوا السور الخارجي المخصص لحماية الحرم المطل على شارع صلاح سالم، وبالتالي الكاميرات رصدتهم وتم التنسيق مع شرطة السياحة وامن ومباحث الاثار المقيمين في القلعة، وايضا مع قسم الخليفه، وعلى الفور اكثر من اتجاه هاجموا الناس اللي كانت بتفك السور، واستطاعوا ان هم يقتادوا 5 لقسم شرطه السياحه في القلعه، وتم عمل المحاضر اللازمه وعرضهم على النيابه صباح اليوم. طيب احنا ليه بنسمع طبعا يعني الميزه الموجوده في الاخبار بنسمعها في الفتره اللي فاتت انه احنا بننجح في احباط محاولات سرقه او تهريب اثار مصريه، لكن ازاي نقدر نشدد الرقابه اكتر او احنا نحد تماما من هذه المحاولات؟ هو الحقيقه السور ده مش اثري. ما هو السور لا، هو عامه بتكلم عن الاثار بشكل عام. الحقيقه احنا الاثار طبعا مصر ربنا انعم عليها بكم كبير جدا من الاثار، سواء ما هو على وجه الارض او ما في باطن الارض. المشكله الرئيسيه بتكون مع الحفر الخلسه اللي هي في باطن الارض للمناطق العشوائيه اللي اقيمت على مناطق اثريه، وده بيتم فيها الحفر واستخراج بعض القطع الاثريه، وده ما بيتشافش وبيتباع في سوق المكتفي بالنسبه للاثار، وده ما بيكونش سهل التعامل معاه. اما الاثار الخاصه بوزاره الاثار سواء ما كان منها في المتاحف او في المناطق الاثريه دي مؤمنه جدا وصعب جدا الوصول ليها، وفي حاله الوصول ليها نقدر كمان نستردها. يعني اسمح لي دكتور جمال، صباح الخير على حضرتك. هو ممكن يكون السور مش اثري اللي هو الخاص بالقلعه او الواقعه دي، لكن فيما يتعلق بالاثار الاسلاميه وحضرتك يعني رئيس للقطاع ده، للاسف الشديد الفتره اللي فاتت عانت كتير جدا من سرقات الابواب وحتى للمنابر. يعني احنا سمعنا قصص يعني صعبه جدا السنين اللي فاتت، منابر كامله كانت بتتسرق، فمش بس المؤمن اللي في المتحف، لا اللي موجود في المساجد وبعض الاماكن الخاصه الاسبله وغيرها بتشهد سرقات كتير. انا هتفق مع حضرتك ان من فترات سابقه طويله مش قريبه، احنا من حوالي 3 سنين تقريبا، واحنا بننسق احنا وزاره الاوقاف، لان وزاره الاوقاف هي سواء الاوقاف الاسلاميه او الاوقاف القبطيه هم ملاك هذه الاثار، احنا مشرفين على هذه الاثار. فطبعا كان في تضارب سابقا من سنوات سابقه ما بين الجهات، الا انه حصل تنسيق ما بيننا وبين كل هذه الجهات، وحصل ان كل جهه بدات توفر افراد الامن والمقيمين في هذه الاثار، ووزاره الاثار بدات توفر افراد امن وتجهيزات سواء كاميرات او مرور دائم لهذه الاثار اول باول، فاصبح من الصعب جدا السرقه في الوقت الحالي. انما في تخريب، في حد بيقوم بالتخريب للاسف لما حد يفك
حشوة من منبر ده تخريج مش سرقة، إنما كان سابقا كان سرقة. تمام. ففي الوقت الحالي قال موضوع السرقة خالص، وحاليا احنا المناطق اللي بيكون فيها خطورة احنا بنقدر نسمع. نتمنى يا رب كده ما نسمعش أي أخبار تتعلق بسرقات أثار إسلامية أو قبطية أو تخريبها أو تخريبها حتى. بشكرك شكرا جزيلا لتوضيح المعلومات المهندس جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار.